يعتبر فرع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أحد المشروعات الاستراتيجية للمركز العلمي الرائد في التعليم المهني والتقني بهدف الاستثمار الأمثل لطاقات وقدرات النزلاء وتفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية وتوحيد الجهود لتعزيز أسس المواطنة الصالحة. تعمل الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على ممارسة واجباتها القانونية والمتمثلة بشكل رئيس في إنفاذ القانون وفي الوقت ذاته في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بشكل عصري وفاعل. وفي هذا الإطار يتم تحقيق التعاون المشترك بين وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل ومركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني في مجال الإصلاح والرعاية وتطوير البرامج المهنية المقدمة للنزلاء من قبل فرع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني عبر مسارات تعليمية متطورة وورش للتدريب العملي مزودة بالتقنيات المتعلقة بالمسارات التعليمية المقدمة. تبع المركز تأسس سنة 2014 مرسوم ملكي رقم 37 من حضرة صاحب جلالة الملك الميلاد المعظم، وفي 2015 بدينا التعاون مع وزارة الداخلية من خلال دعم مركز الإصلاح والتأهيل في جو، وأنشأنا فرع للمركز داخل مركز الإصلاح، وأخذنا النزلاء اللي ما مكملين الثانوية العامة وبدينا معهم برنامج 3 سنوات، واستمر هذا لحد الآن قائم، ولحد الآن خرجنا 5 دفعات من النزلاء. الشيء الإيجابي في هذا أن ضمن الدراسة اللي كنا نعطيها لهم أيضا نعمل على تطوير الشخصية وبناء قيم أساسية عند النزيل، حتى لما يخرج للمجتمع يرجع كمواطن صالح وتتغير شخصيته واهتماماته، وهذا يعني أحد عوامل نجاح البرنامج. في ضوء التعاون بين مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني والإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، تم إنشاء مشغل للخياطة لدى الإصلاح والتأهيل فرع النساء، وتم الانتهاء من جميع الترتيبات لإنشاء ورش صناعية لدى الإصلاح والتأهيل فرع الرجال، وذلك لتسهيل عملية تدريبهم ومن ثم تجهيزهم للانخراط في المجتمع بعد انتهاء عقوبتهم بإذن الله تعالى. وما زلنا في دراسة وبحث سبل تطوير البرامج لتطوير التعاون أكثر بإذن الله. كما تحرص الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على توفير أفضل الخدمات التعليمية والتدريبية للنزلاء وتهيئتهم بالمهارات اللازمة للانخراط في المجتمع ومساعدتهم على تخطي العقبات نحو حياة جديدة مليئة بالفرص وتحقيق العيش الكريم لهم. تسعى الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بجميع مراكزها للاستمرار في تطوير تعليم النزلاء، وذلك عن طريق فرع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني لإكمال النزلاء المرحلة الثانوية، وإنشاء مشغل للخياطة لمركز إصلاح وتأهيل النزيلات، وتقديم دورات قصيرة لنزلاء صغار السن بهدف تطويرهم وتهيئتهم للانخراط في المجتمع. يعتبر فرع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أحد المشروعات الاستراتيجية للمركز العلمي الرائد في التعليم المهني والتقني بهدف الاستثمار الأمثل لطاقات وقدرات النزلاء وتفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية وتوحيد الجهود لتعزيز أسس المواطنة الصالحة والاندماج في المجتمع من خلال مواصلة التعليم والتطوير المهني وتزويدهم بشهادة الثانوية العامة وتدريبهم في مختلف المسارات المهنية والتقنية لتعود عليهم بالنفع والفائدة وتدفع بهم لممارسة أدوارهم في بناء المجتمع بعد قضاء فترة محكوميتهم.